الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الأفاضل، ما زلنا مع قصة نبي الله يوسف، وسنحاول في هذه الحلقة المباركة أن نتناول رؤيا يوسف ومكر الإخوة به، حيث أن يوسف عليه السلام رأى في منامه الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا يسجدون له وهو النبي، فحكى القصة لأبيه يعقوب وطلب منه، يعني أبوه، ألا يحكي القصة لإخوته خوفا ومخافة عليه، وهذا هو ما سيقع. وحكى القرآن ذلك بقول الله عز وجل: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فنصحه أبوه فقال له: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وهذا هو ما وقع، فجاء إخوة يوسف الذين كانوا يعني يغارون من تلك العلاقة الوطيدة بين نبي الله يوسف وأبيه يعقوب، وطلبوا من أبيهم يعقوب أن يسحبوا معهم يوسف بغرض الترفيه واللعب. وحكى القرآن أيضا ذلك فقال سبحانه: قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. لكن نبي الله يعقوب أحس بمكر أبنائه لأخيهم يوسف، قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب، أي ربما من غفلة يعني منكم قد يضفر به الذئب فيأكله، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لم يقل أنتم له ماكرون، تأدبا مع أبنائه. فأقنعوا نبي الله يعقوب أي أبيهم بأن يسحبهم أخوهم يوسف، فذهبوا بيوسف عليه السلام. وقبل ذلك تناقشوا في مصير يوسف، قال أحدهم: علينا قتله، وقال الآخر: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، أي كما جاء في القرآن الكريم. وقال آخر: لا تقتلوه، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، أي ربما قافلة تمر على البئر وتريد أن تأخذ المياه في تلك الصحراء ويأخذوه معهم ونبعد يوسف عن والدنا. فطلبوا كما قلنا من الأب ديالهم، ووافق لهم في الأخير يعني، وصحبوا معهم يوسف عليه السلام. ولما وصلوا إلى المكان المعلوم ألقوا يوسف في البئر، ثم عادوا إلى أبيهم ويمثلون الحزن والبكاء على ما حصل ليوسف. وصور القرآن الكريم هذا المشهد، حيث قال الله عز وجل: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أي يعني بالليل، ضو سيدنا يوسف النار ورجعوا بالليل. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. مشينا كنجريو وكنلعبوا، وقلنا ليوسف أنه بحكم أنه كان باقي صغير، قلنا لي قابلنا الحويج ديالنا. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، أي جاءه الذئب فأكله. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا لي: ورغم ذلك لن تصدقنا، لأنهم يعرفون بأن أبيهم يحس بمكرهم ويعرف خبث نواياهم. أش قال لهم الأب ديالهم؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أحبتي الكرام، سنقف في هذه الحلقة مع هذا المشهد الرهيب من رمي يوسف عليه السلام في غيابات الجب، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، حيث سنكمل هذه القصة المباركة التي امتدحها الله عز وجل فقال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث سيد الأولين والآخرين، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.